بفيلا السفراء بالرباط تعرف الأمير هاري دوق ساسكس رفقة عقيلته الأميرة ميغان ماركل دوقة ساسكس على فن الطبخ المغربي التقليدي من خلال عرض حضره أطفال معوزون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة أعضاء في ثلاث جمعيات. وجريا على التقاليد المغربية استقبل مالك دار الضيافة جواديش وزوجته الأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان ماركل بالتمر والحليب قبل أن يتابع بحماسة الشيف موحى لاستكشاف مختلف الأطباق البارزة بمختلف الأروقة. الدوق والدوقة اللذين لم يقاوما الرغبة في تذوق العديد من الأطباق المعروضة أخذا وقتهما في تبادل الحديث مع جميع الأطفال الذين ساعدوا في تحضير هذه الوجبات. احنا فخورين بالزيارة ديال لوكوبل بغاسي، يعني زوج الأمراء الأمير أمير والأميرة ديال المملكة المتحدة البرنس هاري ولا ديشيس ميغان. هدف مفخر المغرب لأنه شحال هادي ما جاوش وجايين باش كيموتوا على الكوزينة بالعربية، كيحماقوا على الكوزينة المغربية، وهذا خصيصا وهذا أطباق اللي وجدناهم مع الأطفال من ديفيرونت سوسيتي، يعني أطفال ديال كاين الأطفال ديال السن متخلف وبطبيعة الحال أطفال اللي هما كاين اللي هما اللي لاباس عليهم اللي متواضع اللي في الأخفولينا اللي في يعني من بعيد عدة كاتيجوري ومجموعين هنا باش نطيبوا لها ونصوبوا لها أطباق وناكلوا كاملين، وهذا مفخرة للمغرب وكنعرفوا على الطبخ المغربي. وبعد التقاط صورة جماعية مع الشيف موحى وفريقه من الأطفال ناقش الأمير والأميرة اللذان كانا مرفوقين بالسفير البريطاني بالرباط بشكل مقتضب مع مسؤولي الجمعيات الأنشطة التي يشارك فيها الأطفال المتكفل بهم. ويتعلق الأمر أساسا بمركز للا مريم وجمعية هدف ودار الأطفال بتمارة، وبالمناسبة أهدى أطفال هذه الجمعيات الثلاث لوحة لدوق ودوقة ساسكس.